عايز يعمل برنامج حاجة فكرة جديدة لرمضان اللي جاي 2013، بس وكنا قاعدين بنفكر فيه أنا وهو مع بعض. كنا قاعدين في المستشفى وقاعدين بنفكر في البرنامج. البيت عندنا خلاص بقى مضلم، مفيش حاجة يعني، صور وكاريكاتيرات وذكرياتنا بقى اللي هنقعد معاها. ربنا يصبرنا كلنا وهنعيش على ذكريات فن رسم كاريكاتير بتاع برنامج يا تلفزيونيات. همنتج فقرات او حاجات من بتاعته، هعمل له حاجه دوكيومنتري عنه. يرد نفسي يهدينا سبل البر من اجل اسمه. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. كان اخويا الكبير وكان الحاجه الحلوه بتاعتنا يعني بتاعت العيله. الحياة تبقى ظلمة خالص ملهاش أي معنى. هو الروح الحلوة اللي كانت بتاعتنا كلها، وكنا دايما بنتجمع عنده هو، القعدة الحلوة والروح الحلوة واليوم الجميل لما عايزين نبسط بنروح عنده في بيته. وكان فاتح بيته على طول لينا والناس كلها. مش مجرد فنان، ده أخ وصديق، وإحنا عمرنا مش بعيد عن بعض، هو 69 أنا 72، فكنا دايما نقعد نضحك ونتكلم مع بعض ونتابع ما ينشره ونفرح بيه. أكيد إحنا سننقص الكثير بغيابه، زي ما ربنا بيدينا الحياة، زي ما بينهي حياتنا على الأرض بنبدأ حياة أخرى لا تنتهي.